اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا دخينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى وعلى صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه، يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استدنى الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأضواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتكفينا كل مذلة همة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هواه، وتدني لنا من حسن اليقين كتوفا دانية جنية، وتمحو عنا كل ذنب جنينا، وتمحو عنا كل ذنب جنينا، وتمحو عنا كل ذنب جنينا، وتستر لكل منا عيبه وعزه وحسره وعيه، وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ضراه، وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة، وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية، ولكل راج ما أمله فيك رجاء، وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية، فحقق لنا ما منك رجونا، فحقق لنا ما منك رجونا، فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية، وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجره. اللهم اجعل هذه البلدة وشائر بلاد الإسلام آمنة رخية، واسقنا غيثا يعم ثياب سيبه سبسب رباه، واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومؤتماه، وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية، واجعل مع المقربين مقيله وسكناه، واستر له عيبه وعزه وحسره وعيه،
وكاتبها وقارئها ومن أساخ إليها سمعه وأصغاه. اللهم صل وسلم على أول قابل لتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. ما شنفت الآذان من وسر درطرة جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بوقود حلاه وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.